سعيدي لا ما رح أقدم لكم نشرة التاس، بدي أقدم لكم نشرة الأكسيدونات بلبنان اليوم وبالكم يوم الجايين. بنبدأ من الشمال. اليوم صار 53 أكسيدون بين عكار والدنية، أوتوستراد طرابلس الساحلي والكورة وصغرتها، والحصيلة على شكل التالي: المني 4 عطلة و8 جرحى، البحصاص قتيل و11 جريح، الباترون قتيلين وشبطين صار حادث خفيف مع 4 جرحى. بنوصل لجبل لبنان يلي سجل اليوم 68 اكسيدون يا ماما، بقضاء جبيل 7 عطلة و16 جريح، بكسروين 17 جريح وقتيل واحد، والقتلى رح يرجعوا يرتفعوا بالايام القادمه. المتن سجل اليوم 3 قتلى و3 جرحى، ببعبدة وخصوصا من السيان وطلوع فينا نقول انه كل ما ارتفعنا كل ما ارتفع عدد الاطلاع وخاصة عبر الكاميونات المجتاحة. مقارنة مع السنة الماضية بمثل هاليوم فينا نقول انه الموسم السنة اصبط. السنة الماضية 480 قتيل، السنة 566 اي بزيادة 86 قتيل، بينما المعدل الوسطي بلبنان هو 505. خلونا نشوف هلأ كيف رح تكون الاكسيدونات بالايام القادمة. بكرة الجمعة والسبت الاكسيدونات عادية، اما السبت بالليل ومع وصول منطقة سكر ناشطة فرح نشوف سرعة السيارات بترتفع لل 250 كيلومتر بالساعة، والسيارات بتتشلقح جنوبية شمالية غربية شرقية كلها رح تتشلقح. اما الاحد فيتوقع هبوب عاصفة من الاكسيدونات بمنطقة نهر الموت بسبب حفرية مفاجئة لمجلس الانماء والاعمار. نوصل لفقرة سورة اليوم، بعتتنا اياها مرته لسعيد التقطتها بالبورة حد بيت المرحوم سعيد. يا ماما ما تنسوا تبعتولنا صوركن على www.yamama.net.